مساء الخير، اهلا بحضراتكم. كلام في السياسه. حديثنا النهارده عن مشروع قانون بالغ الاهميه، مشروع قانون الاحوال الشخصيه والمقترحات اللي يعني بدا تداول التعديلات بخصوصها. هدف حلقه النهارده ان يكون في نقاش جاد. هذا النقاش الجاد هدفه البحث في مصلحة المجتمع ككل، رجل وامرأة وطفل. الغاية من هذا النقاش أن نستمع ونفهم لماذا هذا القانون وأهميته وحتميته، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الجميع ويتقدم الجميع حق الطفل. نسعى معكم من خلال هذه الحالة الحوارية إننا نستمع لكل الرؤى والأفكار. خلونا نبدأ على طول، لكن قبل ما نرحب بضيوفنا، أي قانون في الدنيا هدفه تنظيم الواجبات والحقوق. في حالة قوانين الأحوال الشخصية لأنها متعلقة بالزواج والطلاق والحضانة والرؤية والإرث وما إلى ذلك، بتبقى المسألة مش إن القانون هو اللي هيحل كل حاجة أو هيعالج كل حاجة، لا، هو القانون هدفه إن هو يحجم أي أضرار يعني يكون مبالغ فيها أو يتسبب غيابه في المبالغة فيها، لأن الضرر بالفعل بالذات في حالات الطلاق وما يتعلق بعد كده بالأطفال والحضانة والرؤية وما إلى ذلك بيبقى الضرر قد حدث بالفعل. خلونا نبدأ حلقتنا، وضيوفنا هم اللي يقولوا وجهات نظرهم. الأستاذة المحامية والناشطة والروائية الأستاذة أميرة بهي الدين، أهلا وسهلا. أهلا بك يا أحمد. الشيخ إبراهيم رضا من علماء الأزهر الشريف، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. الدكتورة هالة منصور أستاذ علم الاجتماع، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذ المشاهدين. الأستاذة ألاء برانية الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. ومنتظر انه يعني ينضم الينا ايضا النائبه مرسى محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. نبدا على طول ونقول قواعد النقاش كما اعتدنا في مساحه الهواء الطلق، نسعى للمعرفه قبل اي شيء ونسرد هذه المحددات والقواعد للنقاش. يحصل كافه الضيوف على وقت متساو في الحديث، لا يحق لأي من السادة الضيوف مقاطعة المتحدث، يحق لكل من السادة الضيوف طلب تعقيب في مدة لا تتجاوز دقيقة، يحق لمقدم البرنامج التدخل في حال الخروج عن هذه المحددات أو إضافة أبعاد لوجهة النظر المطروحة أو تصويب معلومة. أستاذة أميرة، مؤكد أن المجتمع سنة 1920 مع بداية معرفتنا بقانون الأحوال الشخصية يختلف جذرياً طبعاً عن المجتمع سنة 2022. طيب، كيف يخرج قانون يحقق التوازن للجميع؟ طيب، خليني أقول لحضرتك أنه يعني أنا طبعاً بقرأ قراءة اجتماعية للمجتمع لما بنبتدي نقول قوانين الأحوال الشخصية، بيحصل ردود أفعال وتربص متبادل. فخلينا نقول إحنا عايزين إيه من القانون الجديد؟ عايزين قانون أحوال شخصية شكله إيه؟ واحد، إحنا عايزين قانون عادل ومنصف، لا منحاز للنساء ولا منحاز للرجال، إنما بينظم الواجبات والحقوق المتبادلة وآليات تنفيذها، وحط تحت آليات تنفيذها دي 10 خطوط. يعني في القوانين الحالية
بتنص على الكثير من الحقوق لكن تصطدم بآليات التنفيذ. أدي واحد. اتنين، برضو عشان مهم قوي نقول إنه إحنا النهاردة 100 مليون أو 105 مليون طبعاً نختلف تماماً عن المجتمع اللي كان سنة 20 و25 و29 كان 13 مليون. حتى تعديلات القانون 79 اللي اتلغت، تعديلات القانون 85 ثم 2000، كل ده المجتمع المصري بيكبر وبيختلف وحاجات كتيرة بتأثر في تعامله مع القانون. مهم نقول على فكرة رغم اهتمام الدولة والمجتمع وبرنامج كلام في السياسة انه يناقش قوانين الأحوال الشخصية، لكن الأصل ان المجتمع ملايين الأسر عايشة في حالة استقرار وأمورها منظمة، لا ولما بيحدث طلاق ما بنسمعش عنهم لا أنا ولا حضرتك ولا بنشوفهم في المحاكم لأنهم بينظموا. نحن نتحدث عن شريحة، لكن الشريحة دي مشكلتها إيه؟ مشكلتها إنها بجد من وجهة نظري مشاكلها بتمس الأمن القومي، بتمس السلام الاجتماعي. أنا بطلع جيل مضطرب نفسياً واجتماعياً وعنده بغض وكراهية وأشياء كتيرة، وده يخلي المجتمع طول الوقت متوتر ومهدد. وابتدى على فكرة ينعكس في جرائم، يعني نسمع من سنة تقريبا عن جريمة زوج يتربص بزوجته ويأجر حد عشان يغتصبها عشان ما تاخدش الشقة. هنا جدر المشكلة انه من وجهة نظره انها تاخد الشقة عن حق او عن دون حق، فنوصل لمستوى إجرامي مرعب. تمام. الحاجة الثانية، فيبقى القانون هنا بيعالج مثل هذه الفكرة. لما القانون يفلح في علاج مشاكل أطرافه الخاضعين ليه يبقى المجتمع في حالة انسيابية، وهشرح الجملة دي وهقولك الآتي. الراجل والست بيتطلقوا، ده مش عقاب على فكرة، دي مش عقوبة جنائية الناس تقعد في السجن أو تقعد بقية حياتها تدفع تمن هذا الطلاق. مفترض إن القانون يبقى ناجح إمتى؟ لما يفلح يخلي حياة أطرافه والطفل أقرب للطبيعية. إنما طول ما إحنا في محرقة التقاضي والغضب والكراهية والتربص والرؤية والثلاث ساعات والمحضرين طول ما إحنا في هذه الأجواء غير الطبيعية، الطفل ما بيشوفش أبوه، ما بيشوفش جدته، ما بيشوفش أهله، ما طول ما احنا في ده يبقى القانون مش ناجح. أيوة القانون لوحده مش هيحل المشكلة في وعي وثقافة. العيب في القانون ولا في الناس؟ الاثنين. العيب في الناس، في بعض الناس، وهنا هقول عشان بس احنا قبل الحلقة ومن أول ما حطيت رجلي في المحطة، أيوة الانحياز للمرأة، الانحياز للمرأة، لا أنا مش منحازة للمرأة ولا ضدها ولا منحازة للرجل ولا ضده. منحاز للبلد، للمجتمع. أنا منحازة لمجتمع هادئ يعيش السكينة. ما هو ما فيش أي مشكلة إن تبقى الناس متطلقة والأطفال نتاج الأسر المكسورة أو البروكن فاميلي أو الطلاق، لكن مش لازم يشوف أبوه في الرؤية، ومش لازم ما يعرفش ولاد عمته، ومش لازم الست يطلع عينها عشان تجيب النفقة. يعني لو فشلوا كزوجين ما يفشلوش ان هم يبقوا اب وام، وما يفضلوش طول حياتهم بيدفعوا تمن هم واطفالهم تمن هذا الفعل الى الابد. يعني ايه؟ وانا ليه انا مش عايزه انط بس على المناقشه، يعني ليه هرفع كل سنه قضيه مصاريف مدارس لغايه ما الولد من كي جي 1 لغايه ما يخش ثانويه عام؟ ليه هفضل 10 سنين في التقاضي؟ ليه افضل ارفع نفقه وبعدين زياده نفقه وبعدين ابتدائي واستئناف ليه افضل طول حياتي اجري ورا حق مفترض انه معروف؟ المشكله فين؟ في الاليات، في القانون. نعالج ده وده. طيب المفروض طيب. مشروع القانون يعني على حسب ما تداول ان هو بيعالج مثل هذا. مفترض الأمر. مفترض وعندنا امل كبير جدا. غير الاجراء اللي كان اخده المستشار النائب العام من شهر او من شهر ونص تقريبا بتسريع المشاكل المتعلقه بشقق الحضانه وما الى اخره. انا عايز اقول حاجه بس اخيره وهسيب بقى هسكت هسيب بقيه ضيوفك. مهم جدا جدا انه يبقى فيه
جهد جمعي للتوعية إنه لما نقول قوانين الأحوال الشخصية حضرتك أو الصديق اللي قاعد ده ما يسمعنيش بودن الزوج اللي أنا بتربص أسرق حقوقه، إنما يسمعني هو شخصيا بودن الأب والأخ اللي عايز يحافظ على حقوق بنته وأخته، لأن نفس البطل في نفس الرواية يبقى زوج ما يدفعش النفقة وما يعملش ويتربص ويتخانق وهي تنتقم منه وهو ينتقم منها، وبعدين ينقل على كرسي تاني يبقى أب وأخ فيجي يقولك هو القانون ما بيجيبش للستات حقوقها، لي هو نفس الشخص. فالمجتمع عليه يتخلص من أذن التربص التنمر إن خناقة ومين اللي هيقطع وش مين التاني مين اللي هينتصر ويسحق الآخر. المجتمع لازم يتعامل مع القانون ده انه على فكرة ده اللي هيعمل السكينة، ده اللي هيطلع عيال مش محتاجة دكاترة نفسيين وبيطلقوا بسرعة وبيرفضوا الجواز وبيبقوا طفشانين وحاسين انهم منبوذين بكل اشكاليات النفسية اللي بنشوفها في الاطفال ضحايا، مش هقول بقى الطلاق، الطلاق وقوانين الاحوال الشخصية بوضعها الحالي. شيخ إبراهيم رضا، هل الشريعة تتعارض مع حركة تقدم المجتمع؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رحمة الله للعالمين سيدنا محمد. تحيات لحضرتك لحسن الاستضافة ولزملائنا الأعزاء. وخلينا أقول حاجة مهمة جدا، استدعاء الشريعة هو استدعاء للمصلحة، وعندنا حاجة في الفقه اسمها فقه المقاصد، أينما كانت المصلحة فثم شرع الله. هي دي الحقيقة ودي الأرضية الشرعية التي يجب أن ننطلق منها، لأن ربنا لما أراد أن يدلل على أنه يعني تخيل أنت كعبد محتاج دليل عشان أعبده، فيقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ما قالش أي تعبير تاني إلا إعمال الفكر، وكأن قانون 22 لن يصلح بنص القرآن لبعد مرور 100 سنة أو أكتر، فأنا محتاج إلا لو الناس ما بيفكروش. بالضبط بالضبط، أفلا يعقلون الناس ما بيفكروش أم على قلوب أقفالها. ها دايما ربنا يزكي أولو الألباب. ليه بيستدعي ربنا؟ حتى كانوا بيسموهم أهل الحل والعقد، اللي هم دايما صفوة المجتمع، اللي هم ما عندهمش الترب، اللي هو من عينة سيادة المستشار. فكرة ان انا بفكر للمصلحة العامة. هديك مثال، سن الحضانة والمعركة، عارف الاسلام بصلها ازاي؟ قال لك مراعاة المصلحة العليا للطفل. صحيح. فما راحش لا كده ولا كده. ليه؟ لاني وانا بحافظ على ابنك انا بحافظ عليك كزوج وبحافظ عليها كامرأة. من هنا لا اجد في شرع الله عز وجل ما يتعارض مع حركة المجتمع، بالعكس هو الدين دين. ليه؟ لأنه قابل للتطور مع حركة الحياة ومنسجم معاه. يعني عفوا لمقاطعة حضرتك، بس هو ما نفهمه هنا إن الحضانة مش مسألة حق الأم أو حق الأب، هو حق الطفل. صحيح. بالزبط. صحيح، الله عليك. بالضبط، يعني هي دي القضية، إن عين المشرع إزاي أحقق المصلحة للولد. هنا إحنا بنعمل إيه؟ في حالة من حالات التناطح والتشاجر، وخلينا أقول لك إيه هو قانون الأحوال الشخصية، فلسفته إيه؟ إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. زمان اتعرض على الإمام أبو حنيفة حاجة غريبة جدا، ما كانش في حد، يعني أنا هتجوز فباخد حضرتك وبروح بقول له يا فلان أنا عايز أتجوز فزوجني، قولي زوجتك، لا كان في لا توثيق ولا الكلام ده كله، لغاية ما عرضت قضية شهيرة على الإمام أبو حنيفة، واحدة بطنها متر قدامها وأخونا بينكرها بقول له ولا شفتها. فكان ليه ثلاث جمل في منتهى الرقي. قال إيه؟ لما خربت الزمم وضيعت أمانة الكلمة وبعد الناس عن هدي الصادق صلى الله عليه وسلم، كان لزاما على ولاة أمور المسلمين أن يوثقوا. أنت النهاردة البنت اللي بتتجوز دي بقت طيب. أمانة. اسمح لي بقى هنا حضرتك، يعني اللي خدتنا المنطقة دي من الحديث ده وقت الإمام أبو حنيفة. خلاص إحنا النهاردة في دعاوى في المحاكم بسبب زواج قاصرات، مش عارفين يثبتوا نسب الأطفال. طبعا
ادي اول حاجه. الحاجه الثانيه حضرتك قلت ان الغرض دائما او المقصد دائما في الشرع الحنيف هو جلب المنافع والمصلحه. صحيح. القاعده الفقهيه ولو انا غلطان حضرتك صحح لي ان جلب درء المفسده مقدم. درء المفسده مقدم. طيب في مجتمعنا النهارده الطلاق الشفهي ده مش مفسده؟ من وجهه نظري انا ضده. ليه؟ لاني انا هقول لك حالتي. انا قاعد في مسجد في الشيخ زايد بيجي لي عشرات الستات مئات الستات يقولوا لي يا مولاي ما بيسالوش عن الصلاه والصيام والكلام ده. جوزي طلقني 30 مره. انت بتجيب الزوج مالوش ما بيجيش الجامع اساسا. فانت هنا طالما دخلت الدوله طرف من البدايه خلاص انت ما انت بقيت دوله. يعني عارف يعني ايه بقيت دوله؟ هيقول لي طب هات لي حاجه قيس عليها، ما احنا عندنا مصادر التشريع منها القياس. طب ما زمان النبي قال لنا من احيا ارضا موات فهي له. يعني اللي يروح على الصحراء ويزرعها وتعجبه كده ويعمل كومباوند حته بتاع قصر جميل وبتاع ولطيف ويعيش ويحيي الارض هي بتاعته. هل الكلام ده اقدر اطبقه واقول ان ده كلام النبي محمد؟ هنا هيبقى الدوله العصريه المدنيه اللي هي جزء من دوله المدينه التي اسست، وهي كانت دوله مدنيه لانها قدرت تستوعب في الرحم بتاعها المسلم واليهودي والكافر والملحد وكله. فانا هنا بحتكم لدوله القانون، العداله الناجزه. ده انا عدالتي حتى هنا بقى انا بتهمها بانها عرجاء. ليه؟ لاني انا لما ابقى ام وعندي خمس ست سبع اطفال وهو قال لي شكرا باي باي مع السلامه مش عارف تثبت حقوقها يا فندم، ده ما بتقدرش تاكل ولا تشرب لانه بيمتنع عن النفقه. وبنخش وانا هنا بقول حاجه ولسه قايلها وهقولها تاني. هي الدوله يا استاذ احمد لما بتحب تاخد فاتوره الغاز منك بتاخدها ولا لا؟ لما بتحب تاخد الكهرباء بتاخدها ولا لا؟ ها ما بتجيش تقطع عنك لو امتنعت؟ طب لماذا تتركوا هؤلاء الاطفال والامهات بلا نفقه بلا حياه ادميه؟ وبعدين استدعي احد البنوك يديها 500 جنيه واصبحت كالايتام على موائد اللئام. أنا هنا أقدر من المنبع لو عندي إرادة من الدولة إن أنا أنظم صح هقدر أنظم صح. لكن وأعتقد المناخ النهاردة يسمح بكده. عارف ليه الناس دلوقتي عندها حالة تربص؟ الناس معذورة لأن الناس كانت أسرى لخطاب كان بيتكلم عن حقبة من الحكم كان فيها بعض الشوشرة على قضايا المرأة، على ما للمرأة من حقوق وواجبات والكلام ده كله. فخليني هنا أولاً وانا ببص لعمليه الطلاق ربنا سبحانه وتعالى مثلا لو خدتها كمثال قال او تسريح باحسان. انت تقدر تشرع من التشريعات ما يضمن للاسره وللمراه المطلقه حياه كريمه. لكن انا النهارده متخيل لو انا ما عملتش تمكين وهو طلقني، يعني لو هو غدر بيا الاول يبقى انا في الشارع؟ طيب. الواقع معلش يعني هو الاسئله بتجيب بعض خلاص، بس هو اخر سؤال بس علشان الوقت يبقى بالتساوي. الشريعة والدين قالوا تسريح بإحسان. طيب إزاي تسريح بإحسان وتتم إجازة ضرب الزوجة أو البعض يجيز ضرب الزوجة؟ أنا لا بص أقول لك على حاجة. يعني إزاي هيضربها ويسرحها بإحسان؟ حلو، عايز القول الفصل. هو أنا بفهم القرآن منين؟ أول حاجة تفسير القرآن بالقرآن، تاني حاجة إظهار النبي صلى الله عليه وسلم. السيدة عائشة سئلت عن خلق النبي قالت كان قرآنا يمشي بين الناس. أتحدى على الهواء مباشرة من يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم امتدت يده لضرب واحدة من النساء سواء كانت بنت أو زوج. أتحدى. طب خد دي. أتحدى طب من المقصود يثبت. المقصود بالآية اللي بيستند إليها بعض المشايخ. يا سيدي العزيز إحنا عندنا حاجة. أنت دلوقتي بتقطع الإيد، اشمعنى دي اللي واقف عندها؟ أنت بتقطع الإيد في الحدود يا أستاذ أحمد؟ لا. ليه؟ لأن الحدود شرعت زواجر وجوابر. اللي هو ايه؟ انا لما اجي كمشرع بتبقى عيني على احط الناس في المجتمع، فانا ببدا اعمل حاله من حالات الترهيب او التخويف للاستقامه. لكن علشان اطبق الكلام ده اولا لازم اقتدي بالنبي محمد. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لكائن من كان ان يضرب امراه، او حتى عمليه الختان. عمليه الختان هي من نفس فكره الضرب اللي هي فكره ايه؟ الوصايه عليها لانها غير امينه على نفسها. هو طيب لا هنتكلم لسه في حاجات كتير يعني. طيب خلينا الاول نروح كده لعرض سريع عن مشروع قانون الاحوال الشخصيه مع زميلتنا الاستاذه لمى جبريل. اليك لمى.
نعم أحمد، أهلا بحضراتكم جميعا. اهتمام بالغ يليه الرئيس عبد الفتاح السيسي للأسرة المصرية وقضاياها، خاصة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد. هذا ووجه رئيس السيسي بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، وذلك لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، بحيث يراعي القانون المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه، وعلى نحو متوازن يعالج شواغل الأسرية والمجتمعية في هذا الشأن. ووفقا لتلك التوجيهات، أصدر وزير العدل المستشار عمر مروان قرارا بتشكيل اللجنة القضائية القانونية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، يترأسها المستشار عبد الرحمن حنفي وهو عضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، وتضم في عضويتها 10 قضاة آخرين بينهم سيدتان. تختص اللجنة بإعداد مشروع قانون يهدف إلى تحجيم النزاعات وتحقيق العدالة الناجزة من خلال رؤية متوازنة تضمن حقوق سائر أفراد الأسرة. وحددت اللجنة بريدا إلكترونيا لتلقي المقترحات الخاصة بالتعديلات، ومن المقرر أن تنتهي من عملها خلال 4 أشهر من تاريخ قرار تشكيلها. ولوزير العدل مد هذه المدة للأجل الذي يراه مناسبا حتى انتهاء اللجنة من أعمالها وتقديم مشروع القانون إلى الوزارة. هذا وتعقد اللجنة اجتماعاتها بديوان عام وزارة العدل، وتضع نظام عملها، وتطلب اللجنة المعلومات والبيانات الإحصائية من الجهات الرسمية في الدولة والتي تراها لازمة لصياغة أحكام مشروع القانون على ضوئها. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا موجزا حول آخر مستجدات مشروع إعداد قانون الأحوال الشخصية. شكرا لحسن المتابعة، وعودة إليك مرة أخرى أحمد. شكرا جزيلا زميلتي العزيزة لمى جبريل على هذا العرض، ونرحب بانضمام النائبة مرسى محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. أهلا وسهلا بحضرتك. طيب نروح لدكتورة هالة. دكتورة هالة منصور أستاذ علم الاجتماع. احنا قلنا في بداية الكلام ان الهدف هو المجتمع في الأصل. هل علم الاجتماع ما أثر في رصد متغيرات المجتمع؟ لا. أو صوته مش مسموع؟ يمكن لأن احنا مش بنلجأ له بالقدر الكافي، لأنه حتى علم الاجتماع احنا بنقول عليه علم طب المجتمع، اللي هو بيفحص ويشخص ويوصف العلاج. بس أنا إذا أنا لم أستدعي هذا الطبيب، أو لم أهتم بالعلاج اللي بيوصفه هذا الطبيب، أو بالتشخيص اللي بيعمله هذا الطبيب، يبقى القصور مش في الطبيب ولكن في المجتمع. ففي الحقيقة علم الاجتماع في دراسات كتيرة جدا، وفي يعني المشكلة ما بقتش في علم الاجتماع، بقت في المجتمع. طيب مش في المجتمع، في القائمين على المجتمع، أو من يستدعي هذا الطبيب، أو من يستدعي رأي علم الاجتماع. في الحقيقة في قانون الأحوال الشخصية، سواء القانون القديم أو التعديلات الحديثة، هو الأهم من القانون بيئة القانون، البيئة اللي هيتطبق فيها القانون. وزي ما سيادة المستشارة شرحت، أنه هنا القصة، هل إحنا عندنا كل الأسر عندها مشاكل؟ إحنا عندنا أسر كتيرة سوية. هل إحنا عندنا قادرين أن إحنا فعلا نحل كل مشاكلنا الاجتماعية بالقانون؟ عمر ده ما هيحصل في أي مجتمع ولا في أي زمن ما لم يكن هناك ثقافة قانونية واعية، ما لم تكن هناك إجراءات قانونية سريعة ومنضبطة، ما لم يكن هناك وعي بطبيعة الأسرة نفسها ومفهوم الأسرة. إحنا نتكلم عن الأسرة، الأسرة دي قيم أسرة طبعا، علاقات بتنعكس فيها قيم الأسرة، أدوار بتتشكل بحقوق وواجبات وفقا للعلاقات والقيم. في حصل هجمة على طبيعة الأسرة المصرية، طبيعة التفاعل داخل الأسرة. أسف لمقاطعة يعني حضرتك يعني. طيب لو بتوجهي دلوقتي كلامك للأم اللي بتمنع الأب من رؤية أولاده، هي بتعمل إيه كده في الولد أو في البنت؟ هي بتستخدم الولد أو البنت أداة لضرب الأب، فالتلاتة موجوعين. يعني إيه؟ الولد موجوع لأنه بيتضرب بيه الأب، الأب بيتضرب، الأم هتتوجع بعد شوية بوجعها للولد ده، لأنه هيلف ويقول لها أنت ضربتي بيا ليه وهضرب أنا كمان. يعني هل ده هيطلع إنسان سوي في الآخر؟ لا طبعا، ولا هي الأم نفسها هتفضل بعد كده قادرة تعمل ده، ولا الأب هيقدر إن هو يستوعب ده. رفقا بالأبناء، الأبناء مش هم وقود الحرب اللي ممكن تكون بين
الطرفين فشلوا في ان هم يستمروا بشكل ملائم لاسره. الاسره هي سكن الاسره، زي ما فضيله الشيخ تفضل وقال، هي اساس المجتمع. احنا الاسره دي مجموعه اطراف، لا هي اب لوحده ولا ام لوحدها ولا طفل لوحده. وزي ما السيدة المستشارة قالت، أنا بتبادل المواقع، أنا النهاردة ليه بتكلم وأنا حامة أم زوج غير وأنا حامة أم زوجة، أو وأنا جدة لأطفال رجل غير ما أنا جدة لأطفال دي. على فكرة دي الشريحة الغائبة في الحديث. بالضبط، لازم يكون في ثقافة الجد والجدة. كل المحيط ده مؤثر جدا، لأنه يا إما بيؤجج هذه الحرب يا إما بيحل المشاكل. وهنا لازم كلنا نبقى على قدر المسؤولية. المسؤولية هتيجي منين؟ من الوعي. الوعي هنا وعي ديني، وعي اجتماعي، وعي نفسي، وعي تربوي. كل ده لازم يكون موجود، ولازم يكون مقدم مصلحة الأسرة، اللي هو يوم ما بنعمل أسرة زوج وزوجة حتى قبل ما بيجوا الأبناء، لازم الاثنين يدوبوا في مفهوم اسمه إحنا. يعني إحنا نبدأ الأول في تنظيم الزواج من البداية. ولازم نبقى عارفين كويس قوي إن ده ميثاق غليظ لطرفين هيبقوا إحنا، مش أنا ولا أنت. ويوم ما ننفصل مش هنبقى برضو أنا ولا أنت، هنبقى لسه إحنا، لأن لسه في طفل بيجمعنا وإحنا منفصلين. فالمفهوم ده بيخلينا نغلب مصالح المجموعة على مصالح طرف يتنافر لمشاكل خاصة بيه، لوقت خاصة بيه، لاختيارات غلط قام بيها، لعلاقات غلط ما قدرش يحكمها، لمعاملات ما قدرش إن هو يديرها بالقدر الكافي، سواء من الأسرة الوليدة الصغيرة أو الأسرة الكبيرة اللي هي إما بتؤجج هذا الصراع يا إما بتبتدي تفض هذا الصراع. عشان كده حتى في الدين لازم الأول حكم من أهله وحكم من أهلها، وبعدين إذا قدروا يصلحوهم قدروا، إذا ما قدروش يصلحوهم يبقوا بعد كده يلجأوا للحكماء اللي هم في القضاء. يعني القصة كلها على بعضها، ما حدش قال لحد أول ما تختلف روح تناحر، لا، في خطوات. طب لو اللي من الأهل ده هنا وهنا بيعتبروا نفسهم في حرب باردة، أهل الزوج مع أهل الزوجة، ده من يوم الفرح أو من قبل الفرح بيعتبروا كل واحد طرف. يا جماعة أنتوا مش طرف، الجواز مش ولد وبنت، الجواز عيلتين. عيلتين بيبقى إحنا لمصلحة كيان صغير مرتبط بالطرفين. حتى إحنا لما بنعرف مفهوم القرابة، القرابة نفسها بنقول قرابة الدم ولا قرابة المصاهرة. يعني صحيح. النسب ده بيدي قرابة، صحيح. دول قرايبي، دول خلاص بقينا إحنا حاجة واحدة. ففي الحقيقة البيئة الاجتماعية هنا محتاجة وعي ديني سليم، وعي اجتماعي سليم، وعي تربوي سليم. وكل ده مش هيبقى في البرامج الموجهة زي ما إحنا كده بس، لا، لازم إحنا والدراما والتعليم والثقافة، كل أدوات المجتمع تشتغل لحماية الأسرة، لأنه في الآخر حماية الأسرة حماية المجتمع. طبعا هي الدراما، يعني الدراما اتحركت، بس هي اتحركت بزاوية من الموضوع. لو هتسألني بقى كعلم لا لا لا، هي اتحركت وتحرك محمود ان خلت الناس تتكلم وسلطت الضوء على مشاكل، بس يعني اخذت زاوية بعينها، هناك زوايا اخرى. انا عايز اروح استاذن حضرتك، اروح للاستاذة الاء في بعض الزوايا الاخرى. اين حقوق الرجل؟ يعني يا جماعة هتكلم على حقوق الرجل، تمام؟ أين حقوق الرجل؟ يعني الكل يتحدث عن حقوق المرأة، هناك جمعيات تدافع عن حقوق المرأة ومهمتها أن هي جماعات ضغط، فده شغلها. أين حقوق الرجل في القانون؟ يعني هل الرجل كل دوره أن هو ينفق؟ هل الرجل ملوش حق في تربية أولاده؟ مسألة إن هو يشوف ابنه أو بنته يومين في الشهر، يبات عنده يومين في الشهر، والرؤية بعدد ساعات محدد. قولي لنا بقى، أنت عاملة دراسة قوية جدا في المركز المصري، جبتش فيها أي حاجة عن حقوق الرجل بس خدت بالي. ما عشان كده بسألك. لا بس قلت هو أصبحت حضانة الأب في المرتبة الرابعة بعد أن كان في المرتبة 16. اوكي، احنا دلوقتي الخطا الكبير اللي بنواجهه في المجتمع المصري ان احنا لما بنيجي نتكلم عن قانون الاحوال الشخصيه بنعتبره معركه بين الرجل والست. بنعتبر فيها ان لازم نحقق انتصار ومكسب للمراه المصريه على حساب الاطراف الاخرى. الحقيقه ان قانون الاحوال الشخصيه هو
اصلا هدف المجتمع في الاخر. بالظبط، هو هدفه ان هو ينظم العلاقات بين افراد الاسره، الرجل والمراه والطفل، واذا كنا هنغلب حاجه منهم فاحنا هنفضل المصلحه الفضله للطفل على حساب الرجل والمراه. لكن احنا بنتكلم دلوقتي عن حقوق الرجل، اه طبعا هو الرجل له حقوق، والقانون دلوقتي بتعديلاته حتى من سنه 1920 لغايه دلوقتي هو لم ينصف الرجل ولم ينصف المراه على حد سواء، وبالتالي يعني الطفل ينظم العلاقه. هو الحقيقه دلوقتي ان اصبح قانون الاحوال الشخصيه انا بعتبره بيئه خصبه للنزاع الاسري، هو ما بينظمش العلاقه قد ما هو بيؤجج القانون الحالي. القانون الحالي 1920 بتعديلات اكيد، تعديلاته اكيد، بتعديلاته اكيد، لانه لم يواكب تطور المجتمع، ما واكبش اصلا التغييرات الاجتماعيه اللي حصلت للمجتمع المصري. حضرتك قلت في بدايه في المقدمه انه في حتميه لوجود تعديل القانون الحالي للاسره المصريه. الحقيقه دلوقتي احنا لازم نعرف اصلا هي الاسره المصريه وصلت لحد فين علشان خاطر احنا يبقى في حتميه فعلا، ونعرف انه موجود حتميه للقانون. والله انا عايز اقول لحضرتك حاجه، ودي مناسبه برضو اعتذر لزمايلي انه يعني كان في تقريرين انا ما رضيتش، كنت بتكلم فيها مع سياده المستشاره قبل الهوا، ما رضيتش ان هم يتذاعوا. ليه؟ لان هم بيحملوا مشاهد انسانيه صعبه أكيد. للغايه. التقريرين اتعملوا في مراكز مخصصه للرؤيه، والتقرير الثاني داخل او امام محكمه دائرة من محاكم الأسرة، تمام؟ والجدة اللي بتبكي علشان نفسها تشوف طبعًا حفيدتها، والأب اللي جاي من سفر ومش عارف يشوف منه. فأنا قلت بلاش، إن ده ممكن يبقى حتى توجيه بالتعاطف للنقاش، خلينا في نقاش موضوع. إحنا محتاجين قانون، محتاجين قانون. والأسرة دلوقتي في خلل في منظومة الأسرة المصرية ومنظومة الزواج. يعني حضرتك لو تطرقنا لدراسة كنا أعدناها في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، كانت بعنوان العنف المجتمعي، العنف الموجه ضد النساء والأطفال. الدراسة كانت في سنة 2020، وكانت على مصادر، يعني معتمدة على مصادر سنوية. ولما بقول معتمدة على مصادر سنوية يعني الأعداد في الواقع أضعاف الدراسة. لكن هنقول إن الشق الأول من العنف الموجه ضد النساء كان في رصد 211 حالة، كان من ضمنها 111، كان من ضمنها 116 حالة موجودة عنف داخل الأسرة للمرأة داخل الأسرة من قبل الزوج، استخدم فيها الزوج أدوات حادة، استخدم فيها الضرب أو التعذيب اللي بيفضي أحيانا لموت. ده الحقيقة هنلاقي أن الفئة العمرية اللي بنتكلم فيها من 18 ل 40 سنة للضحية وللجاني. فده احنا بنقول ان في ده بيودينا لان في خلل اصلا في منظومه التاهيل للجواز. احنا ما عندناش شباب مؤهل بالقدر الكافي لتحمل اعباء الاسره وتحمل اعباء المترتبه على الانجاب والمسؤوليات الموجوده في مؤسسات الزواج، وده بيدلل على كلامي هي ارتفاع معدلات الطلاق اصلا في السنوات الاولى للزواج. هنتطرق للجانب الثاني اللي هو العنف ضد الطفل، فهنلاقي ان في 244 حاله في سنه 2020، منهم اكثر من 100 حاله عنف موجه ضد الطفل في نطاق الاسره من الوالد او الوالده او الاثنين مع بعض. فالحقيقه احنا كانش في عنف ضد الزوج؟ لا، ما احنا الدراسه فيها خلل. الدراسه لم تتطرق للعنف ضد الزوج. لا، في كتير. هو في كتير على فكره، بس احنا عفوا ممنوع مقاطعه. احنا لما بنتكلم بنتكلم عن الفئه الاضعف او اللي محتاجه الفئه الاضعف في المجتمع، وهما النساء والاطفال. الحقيقه ان كل ده بيحدث في نطاق الاسره بيترجم في بيانات الجهاز المركزي للتعبئه والعامه والاحصاء، لما الاقي ان من 2016 كان عدد حالات الطلاق 198 الف حاله، بقى في 2020 222 الف حاله. في 8 على حسب المجلس القومي للمراه ان في 8000 حاله في سنه 2020 حاله طلاق نهائي في المحاكم، منهم 1000 حالة خلع، يعني المرأة تنازلت فيها عن كل حقوقها في مقابل ان هي تاخد حريتها. ده حقيقي، الارقام دي كلها دلالة على ان في موجود خلل في القانون اللي بيعالج الأسرة، لانه ما اصبحش ان هو بيعالج الأسرة، اصبح ان هو بيؤجج النزاع الأسري. ولا في آليات التنفيذ؟ في بطء الإجراءات التقاضي وآليات التنفيذ. وفي الاشكاليات الموضوعيه زي النفقه، زي الرؤيه اللي بتتم للرجل في 3 ساعات، وفي مراكز شباب
هو بتنتهك خصوصيته وخصوصية الطفل وما بتساعدش بأي وسيلة من الوسائل إن هو يكون علاقة وطيدة مع الطفل. هيربي ابنه إزاي؟ هو بنطاق القانون الحالي اللي هو لسه ما يعني لا هو مش هيربي الطفل ومش هيكون ليه الأولوية في تربية الطفل لما يبقى مكانه في الحضانة مش متقدم. هو بالتالي احنا بنديله رسالة ان هو ما تشيلش مسؤوليات الطفل وخليك بعيد شوية. تمام. نروح لسيادة النائبة. سيادة النائبة يعني طبعا معروف ان التركة التشريعية ثقيلة للغاية والقوانين اللي محتاجة تعديلات كثيرة والقوانين اللي محتاجة تغيير جذري كثيرة وفي الآخر الدورة البرلمانية وقتها محدود، لكن تحديدا قانون الأحوال الشخصية دائما ما يوصف بأنه أخطر القوانين. لماذا؟ وإيه الملامح اللي بيحمله القانون الجديد أو مشروع القانون الجديد من الممكن نقول عليه أنه هو يحقق توازن؟ أولا خليني أبدأ يعني باللقاء مع حضرتك بالشكر، مش بس على فكرة الاستضافة لكن لأن إحنا كجهة تشريعية بنبقى طول الوقت في القوانين اللي زي ديت بنبقى حريصين أننا نسمع صوت المجتمع، وإن إذا كان عندي أدوات لسماع صوت المجتمع فأهمها المنبر الإعلامي. فحضرتك بتساهم معايا بشكل أو بآخر بطريقة غير مباشرة في أنك تديني إضاءة مختلفة على ملامح كتير قد يكون عندي قصور في رؤيتها. ده شكرا في المقام شكرا. الأول. المقام الثاني فكرة قانون الأحوال الشخصية، وأنا حقيقة ما بحبش أقول عليه قانون الأحوال الشخصية. أنا يعني ممكن بشكل شخصي أقدر أقول عليه قانون الأسرة المصرية. قانون الأسرة المسمى الجديد إيه؟ لسه يا فندم مفيش حاجه مشروع جديده. المشروع اللي جاي لكم في البرلمان مكتوب أنا عليه جاي لحضرتك في المشروع يعني بصرف، وده يمكن يخليني اعلق على بعض الكلمات اللي اتقالت، هو فين حقوق الرجل. انا في قانون الاسره المصريه او قانون الاحوال الشخصيه ولا بستهدف قانون يحمي حقوق راجل ولا قانون يحمي حقوق مراه ولا قانون يحمي حقوق طفل. تمام. انا بستهدف قانون يحمي كيان اسره مصريه، كيان اسره مصريه فيها مواطن مصري مكون من افراد واطراف متباينه، فيها مواطن مصري حالي بيؤثر عندي في المجتمع بشكل إيجابي أو سلبي سيان متمثل في الأب والأم، وعندي مواطن مصري بستهدفه مستقبليا هيأثر في المجتمع المصري في المستقبل من خلال الأطفال. خلاصة هذه المشكلة. فأنا ما عنديش كمشرع أي نوع من الميل نحو طرف حتى لو كان الأضعف. يعني دايما يقولك إن إحنا مع الستات عشان هي الطرف الأضعف. يا فندم مش ده القانون. القانون العادل أو القانون المنصف هو القانون الذي لا يميز بين مصري عن آخر حتى إذا كان هناك ضعف موجود فيه. الدستور نفسه لا يميز. الدستور لا يميز يا فندم. وإذا كنا هنتكلم على قانون للفئة الأضعف تعالوا نخصص قوانين بقى. نعمل قانون لذوي الاحتياجات لوحده، ونعمل قانون للمرأة لوحدها، ونعمل قانون اللي مش عارفة مين. لا، القانون المصري هو الإطار الشرعي أو الحصانة العامة لكافة المواطنين دون تمييز، حتى لو كان التمييز ده تمييز إيجابي. فأنا ضد فكرة أنه يتقال أن هذا القانون يحمي طرف عن الآخر. ده رقم واحد، أو دي القاعدة اللي احنا عايزين نطلع بيها الدور على البيت. الخلل التاني عندي اللي فيه صعوبة الإرث اللي حضرتك بتتكلم عنها هو كثرة التعديلات اللي طرقت على هذا القانون. دايما كده لما تيجي ان احنا نعمل فستان او نعمل حاجه ونفضل نقصقص من هدوم قديمه علشان نزين الفستان، مش هيبقى بنفس جمال ما نعمل تصميم من البدايه يتناسب يعني مع الشكل. بالمثال اللي حضرتك قلتيه، يعني القانون محطوط سنه 20 واحنا بالزبط. سنه 22 فيعني ما بقاش في حاجه خلاص، في ارث فظيع. الارث ده لم يتناسب مع تحديات العصر الحالي، لا يتناسب مع الأفات المجتمعية اللي طرقت على حضرتك، لا يتناسب مع الثورة التكنولوجية الهائلة اللي تدخلت معاك، لا يتناسب مع سلوكيات المجتمع اللي اختلفت بتطورات العصر، لا يتناسب مع تمكين المرأة بشكل أو بآخر بتمكينها سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي كونها أصبحت شريك في المجتمع، لا يتناسب مع حجم عقلية الأطفال اللي ما كانش موجود من صحيح. سنين فاتت صحيح. فبالتالي أنا عندي إرث راجع لكثرة التعديلات، وعلشان كده احنا بنتكلم في فكرة إيجاد مشروع قانون متكامل يعمل الحصانة الشاملة لكافة المواطنين المصريين. طب تعالوا نتكلم على إزاي نعمل المعادلة الصعبة دي. وأنا لو النهاردة طرحت مادة دلوقتي مع حضراتكم وأنا معايا يعني أقدر أقول عليهم صفوة المجتمع في تخصصاتهم،
كل واحد فينا هيشوف المادة بوجهات نظر مختلفة طبيعي. طبعا رجع بقى لانتماءاتنا ولشغلنا و و و فكم الاولى انك تعمل مواد يجتمع عليها 100 مليون مواطن تمام. فصعوبة الموضوع راجع، وده سبب انه دايما الناس تقول لك المجلس متباطئ. المجلس متباطئ يا فندم، المجلس كلما كان دراسة القانون هي الوسيلة الآمنة لخروجه بشكل معتدل، وإلا هنرجع للصوب القديم والتطريز بشكل مختلف مع صوب قديم كان موجود. في الآخر ففي النهاية أنا مش في الآخر في المرد بتبقى المحكمة الدستورية العليا. بالضبط يا فندم. قبل ما حتى لو شابوا يعني عدم الدستورية، هو مش هيبقى فيه عدم يعني. الدستورية هو هيبقى فيه محاولة توفيق من خلال رؤية المعدل أو الداخل بتعديل دستوري معين، تعديل تشريعي عفوا معين. علشان كده من حتى ما قبل التقرير اللي حضرتك أزعته على اللجنة المختصة بوضع تصور لمشروع القانون، احنا من قبلها واحنا شغالين كمجتمع مدني أو بننادي المجتمعات المدنية بجلسات استماع زي اللي احنا فيها دي، أقدر أشوف نقاط قد تكون غايبة عن المشرع أو قد تكون ضايقة المطبق أو صاحب التطبيق في آلية التنفيذ. يعني ممكن أنت تقرأ مادة، المادة دي جميلة جدا يعني ممتازة، وتنزل على آلية التطبيق يقول لك ما بتتمش كده ليه؟ في خلل أيضا في التطبيق. الخلل ده المشرع ما بيشوفوش لأنه هو بصدد توجيه كلمات خاصة بمادة تشريعية فقط لغير. فحضرتك النهاردة بس عشان كده أرجع تاني لفكرة لحضرتك النهاردة بتديني كمشرع ضوء جديد أخضر في مكان تاني، من خلال ان انا اقعد مع مجموعه من الشباب، اقعد مع مجموعه من المتخصصين القانونيين، اقعد في جلسات تانية اخرى مع مجموعه متخصصه في الدين سواء من الازهر او الكنيسه، كل منهم هيتجادل الحوار في شكل افضل. لكن ده هيقدر نطلعه في يوم وليله؟ اكيد لا. هيبقى مش من الانصاف للقانون، وهنبقى بنحمل على نفسنا عبء على اكتافنا نلام عليه عبر التاريخ ان مجلس النواب لم يضيف شيء للمجتمع المصري في الجمهورية الجديدة اللي حضرتك بتستهدفها. وعايز أحط بين قوسين على الجديدة. جديدة تحتاج ثوب تشريعي جديد. ثوب تشريعي ولا ثورة تشريعية؟ أعتقد أنه كلمة ثورة هي راجعة لفكرة أن إحنا في طرف يعني ضد الآخر، لكن إحنا المجتمع كله لا جدال على أنه فكرة التشريع محتاجة تغيير. مفيش عندي طرف وطرف آخر، كله متفق يعني. لكن يعني شكل لو التغيير لو بقى لو ده اللي احنا يعني نقعد نتكلم فيه. افرع القانون كلها سواء قانون مدني تجاري جنائي احوال شخصيه، درس قانون برضو يعني اكيد احوال شخصيه الكلام ده اكيد كله. خلاص اكيد كل ده بداخله يعني مواد قديمه للغايه، محتاج اسباب جديده. لا انا بتكلم على فكره الثوره، ان انا في حد عايز حد بيقول مع حد بيقول ضد تشريعي. لا انا بتكلم على ان الكل متفق، الكل بيجمع، مجتمع مدني، مؤسسات دينيه، اعلام، مجلس نواب، اطراف متضرره، كل الكل حتى اللي مش فاهم قانون بالمناسبه كله عارف ان انا عندي مشكله ومحتاجه بحث وراء دراستها. فعشان كده انا بشوف ان الحل السحري للثوره او للتغيير ايا ما كان المسمى ايه هو انه يكون في انصاف في الاستماع بشكل متزن لكافه الاطراف. طيب هستاذن حضراتكم، في هل حد من حضراتكم عنده اي تعقيب قبل ما نطلع فاصل؟ عايز اعقب على حكايه الثوره التشريعيه دي. تمام اتفضل. هو فعلا القوانين كلها محتاجة إعادة نظر، لكن في قوانين ملحة جدا وفي أشياء أقل، وده فقه الأولويات المجتمع يتحمل أنها تبقى على حالها إلى أن قانون الأحوال الشخصية بعد 100 سنة من التعديلات والتعديلات والتعديلات ما عادش يتحمل خالص الانتظار، وبعد الآثار السلبية للقانون ما خلاص كل المجتمع شايفها. يعني ممكن اقول لك في مشكله في القانون حتى لو هي بتمس شريحه في المجتمع، يعني في مشكله في القانون المدني انت بعيد عن المنطقه دي، في مشكله في القانون التجاري التجار بس اللي عند ها، لكن قوانين الاحوال الشخصيه موجوده اثارها السلبيه في كل البيوت والاحياء والنوادي في اماكن الرؤيه كده، فما عادش يتحمل اي تباطؤ في فعلا نسف البنيان كله وتكوين بنيان جديد بروح الفكر برؤية حقيقية لحل المشاكل. انا مش عايزة حد يحط لي نصوص
ونقول تحيا النصوص العظيمة، ولما نيجي نطبقها نتكعبل على بوزنا تاني. عايزين ملاقيش آليات تنفيذ، ملاقيش آليات، ملاقيش آليات تنفيذ. طب يعني آخد آخر تعقيب من الدكتورة هلا قبل ما أطلع فاصل. هو أنا طبعا يعني حضرتك طمنتينا في الحقيقة، يعني عجبني جدا الطرح. هو المشكلة عندنا الأكبر مش في نصوص القانون كعلم كاجتماعيين بقى، مشكلة عندنا في آليات التطبيق وفي التوقيت. يعني الوقت يا جماعة قاتل، الأم أو الطفل أو الزوج هنا مسألة العدالة لابد أن تكون ناجزة وفي نفس الوقت شاملة، والإجراءات والآليات تتفق مع طبيعة المجتمع. وعلى فكرة ده في كل أنواع القوانين. متفق مع سيادتك يا دكتورة، ما هي فكرة تحقيق العدالة الناجزة؟ هو في نهاية المطاف القاضي يحكم وفق نص. نص بالضبط. خلاص، فلو النص فيه أو لو النص مش مواكب للمجتمع اللي القاضي بيحكم به، المواطن لن يشعر إن في عدالة ناجزة. لو قانون الإجراءات الجنائية لا يواكب إن إحنا بقينا أكتر من 100 مليون، المواطن لن يشعر بالعدالة الناجزة. وكمان عقلية المواطن المصري في مهارته في الابتكار والخروج عن الأطر. طيب. وانا بحطها في الاخر في ايد امين شرطه. هستاذنكم مع احترامنا للجميع، هستاذنكم هنخرج فاصل، وبعد الفاصل كمان نستقبل اسئله جمهورنا الكريم اللي منورنا هنا في الاستوديو. فاصل ونستكمل النقاش. اهلا وسهلا بحضراتكم، ونستكمل النقاش من جديد حول مشروع قانون الاحوال الشخصيه الجديد اللي سياده النائبه مرسى محروس قالت ان هي حابه تسميه قانون الاسره المصريه. قبل بقى ما نقرا اسئله ضيوفنا الكرام اللي منورنا، الجمهور اللي منورنا هنا في الاستوديو، في حاله بتحصل احنا عارفين طبعا، مسألة الولاية في القانون، تمام، مش الولاية على في الحضانة، لا ولاية القانون نفسه. طيب، زوج متزوج من غير مصرية، او زوجة مصرية ومتزوجة من غير مصري، تمام، والخطف، ياخد الابن او تاخد الابن ويسافر، نتعامل ازاي؟ لا، ما هو الزوج او المصري اللي متجوز من اجنبيه او المصريه اللي متجوزه من اجنبي، الاصل اذا هم متجوزين طبقا للقانون المصري، اذا وثيقه جوازهم في مصر، يعني لو متجوزين في مصر بيخضعوا للقانون المصري. الخطف يظل خطف، يظل جريمه، يعني اذا متجوز في مصر. ما هو ازاي؟ ما هو يقول لك انا اب وخرجت من مع ابني. ما هو بص، ما هي دي المشكله، انا خرجت بابني وما رجعتش، القانون منظم المساله انه ازاي بينذره وبعدين يبلغ وبعدين ينزل المحكمه. انما هي المشكله مش في كده، هي المشكله انه بصرف النظر عن العقوبه الجنائيه ان الطفل بيسافر وما بيرجعش. طيب، فتيجي الامهات تقول عشان امنع الاطفال تتخطف همنع الاطفال من السفر. ففي بعض الشرائح الاجتماعيه الاطفال بتعتبر انها بتتعاقب لما تتمنع من السفر، لان من حقها تسافر زي ما كانت بتسافر قبل كده، قبل ما بابا وماما يتطلقوا. مفيش ضمانه ان الطفل اللي هيعدي الحدود اعرف ارجعه، مفيش. على فكرة، سواء الاثنين مصريين أو واحد مصري وطرف مصري وطرف أجنبي، المشكلة مش في كده، المشكلة أنه أحيانا الزواج بين مصري وأجنبي سواء راجل أو ست يروحوا ياخدوا أحكام برة طبقا للقانون الأمريكي الإنجليزي أيا مكان، وينظموا أمورهم بالقانون ده، وبعدين يجيبوا الحكم، يعملوا بنية قانونية لوضعهم، وبعدين يجيبوا الحكم ده ويجوا مصر يقولوا عايزين نطبقه، عشان اطبقه لازم يعمل اجراءات معينه، فيتعمل قضيه، فتيجي المحكمه تقول القانون المصري بيقول ايه، الهيمنه لقانوننا طبعا،
اذا دي الولايه للقانون. اذا انت رايح تاخد حكم طلاق بره، طب ما انا بطلق هنا باجراءات وقانون. اذا انت رايح تاخد حكم نفقه بره، طب ما انا عندي هنا تنظيم امور النفقات. فالحكم حتى احيانا الناس يستنزفوا بعض، محامين وفلوس وبتاع ومش عارف ايه، وبين يجيبوا حكم ويجوا سعدة جدا متصورين انهم هيطبقوه هنا. مش هيطبق، لازم ياخد صيغه تنفيذيه بقضيه والمحكمه تقول السيطره التشريعيه لقوانيننا. بص يا استاذ احمد، قوانين الاحوال الشخصيه او قانون الاسره زي ما سعاده النائبه قالت وانا عجبني التعبير ده، في مشكله أو في مشكلتين. في بعض النصوص عايزه تغيير، اهلا وسهلا. في بعض النصوص او بعض الحقوق عايزه ازاي ننفذها، يعني القضاه تصدر احكام ثم ناتي في التنفيذ نتعثر في التنفيذ، ماشي برضو تمام. في مشكلة تانية، إنه نتيجة للمشاكل الاجتماعية اللي قالت عليها الدكتورة واحتدام الصراع الاجتماعي والعادات والتقاليد والأفكار والتفسيرات الدينية أو الفقهية اللي مش سليمة نتيجة للصخب ده، بقى القانون عاجز عن علاج بعض الظواهر اللي هي ما قدرش يحط لها حل. أنا ما قدرش أحط نص في قانون الأحوال الشخصية أقول فيه على الأب إنه يحب ابنه، ما اقدرش احط نص في قانون الاحوال الشخصيه اقول على الام ان تكون رئيفه بابنها، على الام ما تشتمش طليقها، على الاب ما يشتمش طليقته للطفل اللي الحقيقه بيلاقي روحه موجود في خناقه، هما الطرفين بيتصادموا كل واحد من وجهه نظره عنده الحق لكن بيفعصوا الطفل. مثلا ما اقدرش اقول في القانون على الأب أو من حق الأب يربي ابنه. حضرتك سألت على التربية، طب هو الأب يربي ابنه إزاي؟ بلاش يربي، بلاش، مش هيربي. الأب في القانون الحالي ما يعرفش ياخد ابنه ماتش كورة، ما يعرفش ياخد ابنه يشتري له قميص وبنطلون، ما يعرفش ياخد ابنه. من ضمن الحالات اللي كانت متصورة أب 9 سنين ما شافش طبعاً، ما شافش بناته. انا لو شفتهم في الشارع مش هعرفهم. يبقوا مش موجودين في مصر، لانهم لو موجودين في مصر لازم هيشوفهم. انما الاب في اطفال احنا بنقول اليتيم اللي ملوش عائله او اسره مثلا، في اطفال النهارده اولاد الاسر المحطمه لو شاف ابن عمه او ابن خالته في الشارع ما يعرفوش، عمره ما حضر عيد ميلاد، عمره ما صيف معاهم، عمره معيد معاهم، ما عرفش يعني ايه عيله، ما يعرفش يعني ايه عيله. الطفل ده نفسيا متصور لما يبقى رب اسره او يطلب منه يتجوز ويخلف هتبقى مشاعره ازاي؟ القصه عايزه حملات توعيه. استاذ احمد برنامجك ده خطير، وكل البرامج احنا محتاجين شغل على وعي الناس ودماغهم، محتاجين دعم نفسي للمطلقين والمطلقات بنص القانون، يعني اللي يتطلقوا لازم يخضعوا لتقييم نفسي ودعم نفسي، ما ينفعش اسيبهم مع نفسهم كده يغلوا ولا يحترقوا زي البراكين كده ويطلعوا ده في الاطفال وفي الطرف الاخر. الف ب مع الطلاق لابد من دعم نفسي، الف ب قبل الطلاق لازم، قبل الجواز لازم يبقى فيه توعيه مجتمعيه في المدارس. مش احنا علمنا الأطفال قبول الآخر وقلنا يعني إيه مواطنة وقلنا قيم مفاهيم بعد حقب سوداء بن قبول الآخر وبنغرز مفاهيم جديد. من ضمن المفاهيم اللي لازم نبتدي من أطفال الحضانة وإنت طالع، إنه الأسرة دي شيء مهم، الطلاق ده مش سهل، إنه فكرة الطفل يتحول إلى أداة للعقاب والتنكيل، أنا بوجعك بابنك، بعورك بابنك. طب ماشي، هو الاب بيتعور بس الطفل بيتدمر، بيتداس عليه بالقطر. الكلام ده محتاج جهد جمعي. القانون العظيم ايا ما كان، اي قانون وكل قانون عظيم، مصر في الدوله في الجمهوريه الجديده بتسعى ليه بكل التغيرات. انا قريت كل مشاريع القوانين لاني طبعا انا مغروزه في ده، لكن في اشياء لن تحل، لن تحل بالقوانين، لابد من جهد مجتمعي جمعي، دراما بقى وبرامج اطفال وكرتون وحصص للعيال في اولى ابتدائي عشان نغير عقول الناس تخرج من حاله الخناقه
الأبدية لحالة التوائم. اتنين متطلقين وبس، مش لازم اتنين متطلقين أعداء، مش لازم سكاكين ورا ورا الظهر، اتنين متطلقين وبس. مين وحش مين حلو، مين غلطان مين صح مين غلط، الراجل الاتنين يقوموا بواجباتهم، ياخدوا حقوقهم، يرأفوا بالطفل ويحبوه ويراعوا مصالحه، فاحنا كمجتمع نعيش في سلام. تمام. غير كده هنفضل نتفعص. خلونا نبدأ في الأسئلة. وسؤال من المصطفى، الأستاذ مصطفى طه لفضيلة الشيخ إبراهيم. السؤال بخصوص المشاريع والمبادرات اللي بتستهدف الشباب لبناء أسرة سعيدة، زي مشروع أسرتي مشوار حياة، هل من الممكن جعل مثل هذه المشاريع إلزامية قبل الزواج وكذلك قبل الطلاق لمراجعة أنفسهم مرة أخرى كإعادة تأهيل؟ طيب خلينا أحييه على شدة وعيه، وأقول حاجة مهمة، الأزهر ليه مبادرة زي مودة وغيرها من المبادرات. أزمتنا دائما الأزمة دائما إن هي مجرد مبادرات، يعني هنا ما بتنزلش للواقع العملي والناس ما بتحسش بيها. سؤاله يخليني كمان أقول حاجة، يعني زي ما تفضلت معالي المستشارة، أنا واقف عند حتة معينة، دور المنابر إعلامية دينية في الكنيسة في المسجد، خطبة الجمعة، خطبة الجمعة، أنا محتاج أنزل وأسس للناس دي من جديد. هي بقت على فكرة الشارع المصري بقى فيه نفس الحالة اللي بين جماهير الأهلي والزمالك، عارف الخناقة على التيشيرت؟ لا على فكرة امبارح ما كانوش متخانقين وكانوا حلوين قوي، كانوا جمال والاتنين اتفقوا، يعني في تعديلات كتيرة المفروض كانوا جمال، وعلشان نتفق استدعينا صورة من الماضي حتى كده علشان نبقى ايه بنحاول نأسس لحالة التسامح. خليني اقول لك حاجة مهمة جدا، اللي بيدرس دراسة نقدية للمجتمع اللي هو عايش فيه هيجد اننا اتضربنا ضربة في الناحية الأخلاقية بسبب الإسلام السياسي. انت متخيل انك لما تتوجع على لمدة 80 سنة من انك انت تتكلم عن القيم وهو يقول لك لا ده كذاب، يضرب الرموز، يضرب القادة، يشككك في كل حاجة، لأنه هو اشتغل على ثوابت الشخصية المصرية علشان يفرض الهوية بتاعته بعد ما يطمس هويته. الله عليك. ولذلك صديقنا المشترك على ما أعتقد الفنان خالد الصاوي دعاني زمان لكانت مسرحية اسمها اللعب في الدماغ، كانت بتتعرض في الهناجر. المسرحية البسيطة دي قالت اللي حصل من 25 يناير لغاية ما احنا موجودين دلوقتي، ان في شغل فين المخدر. الولد النهاردة احنا ليه عازلين نفسنا عن واقعنا؟ الولد النهاردة اللي تقدم يخطب بنت زميلته، انا بتكلمش عن واحد في العشوائيات، انا بتكلم عن طالب في كلية اداب، طالب المفروض ان اسرته بتحضره وعنده وعي وعنده وعي. انا بفترض ده، ها مجرد ان هي يا دوبك يعني انا مش حابة ده دلوقتي، دفعت ثمن حياتها. انت متخيل ده يبقى زوج شكله ايه حضرتك؟ يعني تخيل البنت. هل حضرتك انتبه للتعليقات اللي بتتكلم على لبسها وهي ضحية؟ ليه؟ هقولها لك بصراحة، لأنك كنت سايب منابرك وسايب شعبك أسير لخطاب عفن، سواء كان خطاب ديني أو خطاب ثقافي. أنتوا اللي جبتوا ناس لا تخصص ولا دراسة ولا فكر وأطلقتوهم على المنابر الإعلامية. أنا كنت الداعية للشيخ زايد الله يرحمه في دولة الإمارات العربية، كنت بطلع على أي واحد معدي بلوم صنايع هو من يتصدى للفتوى. عملها مصر رحمة الله عليه الأستاذ وحيد حامد في طيور الظلام وغيرها، أحد لا غير طيور الظلام، في آخر تقريبا آخر أعماله الدرامية بدون ذكر أسماء، كان فني تكييف ولا يعيب مهنة فني التكييف، انتهى به الحال ان هو الداعية الأهم. يعني الإشكالية هنا ان انا دلوقتي سبت بلدي وسبت ولادي لحالة من المزايدة ما زالت على السوشيال ميديا حتى الآن. البنت عارف مين أرحم واحد في دلوقتي بقى اللي قتلها، لأن هناك من يحاسبها على زيها، وهناك من يحاسبها على لبسها، وهناك من يحاسبها على وليه تقول لأ. إيه ده؟ يعني حاجة غريبة. الله في عليائه إداني أنا كإبراهيم وإداك أنت كأستاذ أحمد حرية أنك تعترف فيه أو لأ، ولكن هو بيتوغل على حقها الإنساني. يا أخي أنا مش قادر أعيش معاك شكرا، فبالتالي لابد من الوقت. خلي بالك التعامل، الثقافة بتاعتنا بنتعامل مع المرأة على إنها كائن غير مرغوب في وجوده،
لو انا مش ثقافتنا احنا، لا ما هو ده بقى جزء مننا دلوقتي. انت بتتكلم لانك مش ثقافه دخيله، انزل طبعاً. الشارع انا معاك، بس انزل للشارع، الاكثريه مع مين؟ قول رأي على الفيسبوك وشوف التعليقات، شوف مستوى التدني في الحوار. احنا في ادنى ادبيات الحوار، يعني علشان اعمل قانون انا محتاجه اتحاور. لما تيجي النهارده تكلم المجتمع اللي انت مهموم بيه، انت هتلاقي اللي شاكك في ذمتك وضميرك، يقول لك ده بتاع مؤتمر السكان، ده بتاع. خلينا نقول حاجه، احنا وصلنا اخلاقيا للحضيض نتيجه لان اللي رفع الاسلام هو الحل، وتعالوا زورونا تجدوا ما يسركم ونحمل الخير لكم فلم نجد الا القتل والخراب والتدمير. عايز اقول لك ان الولد اللي مال للفكره دي هو لا يميل للعنف الا المفلس، وهي دي ادبيات احنا بندفع تمن. انا بستغرب لما الناس تقول لك ايه هي الناس ليه في مشاكل في البيوت. طبعا في مشاكل في البيوت، لان انا جالي حد مرموق جدا عايز يخطب لابنه، وانا مستغرب هو الولد فين، يعني انا مش فاهم هو وكل بابا ليه. فجالي المسجد، انا بخطب في شيخ زايد، قال لي انا عارف ان ليك علاقات متشعبه ممكن تساعدني اخطب لابني. انا استغربت، فقال لي اتمنى بس الاختيار. قلت له هو انت اللي هتختار ولا ابنك؟ قال لي لا هو موكلني في الموضوع، بنت تكون بتشتغل في حاجه انترناشونال بتقبض بالدولار، يكون باباها او مامتها سافروا دوله عربيه، مامتها ما تقلش على الليسانس لازم كده، هي ما تكونش بعقد لان ممكن يقولوا لها مع السلامه. تخيل، اقسم بالله ان ده حوار. انا بعدها اتكلمت فين معايير الزواج اللي النبي حطها، فين الفكره؟ لذلك انا لا هي هي تخطت معايير الزواج. انا اما بقول الادبيه كلها انا اسف ولذلك انا اسف فضلت الشيخ يعني عايز اقول لك حاجه. اتفضل يا فندم. في بحث قدمته للمجلس القومي للمراه، بص المراه يا استاذ احمد في اشاره في نص ثانيه، المراه ربنا بين ان هي كائن غير مرغوب في وجوده، واذا بشر احدهم بالانثى، بص التعبير ده عمل لك حاله دراميه غير عاديه. طيب انا حضرتك اخذتنا في الكلام بقى، البعض اعترض تمام على مساله ان المراه مش من حقها تزوج نفسها. الامام ابو حنيفه ليه استدعيت وانا قاصد وعايز وانا قاصد دي اقول لك ان الامام ابو حنيفه، وانت بتستغرب بتقول لي ايه، بتقول لي ده كان على ايام ابو حنيفه يبقى المفترض ان انا اكون اكثر، لا ده انا عايز اقول لك ان ابو حنيفه كان اكثر استناره مننا الان، مننا الان بعلمائنا بفقهنا بكل حاجه. انا مش عايز بس اقول حاجه تزعل. ليه؟ لانه هو اول من افتى واجاز بانه يباح للمراه العاقله الرشيده البالغه ان تزوج نفسها بنفسها، قياسا على حقها في اداره اموالها، فاولى بيها مصيرها لنفسها. هو مصيرها مع ربنا، اللي هو انا اعبد ربنا او ما اعبدوش، انا اديتها الحريه فيه ومش قادر اديها الحريه في انها تختار شريك حياتها. ولذلك هي دي القضيه، القضيه ان مش كل الجواز بيتم بالمبادئ والمعايير دي. زي ما معالي المستشار قالت، اعمل غابه من القوانين، اعمل ترسانه. انا لا اقلل من جهد القائمين عليه، وانا مستبشر باللي سمعته النهارده من معالي النائبه، لكن عندك اشكاليه، عندك شغل على العقل المصري والعربي. انت محتاج تشتغل بالمنابر، محتاج تشتغل بوزاره. انا مش قادر افهم من الثقافه ما هي الا حفله لمدحت صالح في المسرح المكشوف. مع احترامنا الكبير للفنان الكبير مع المسرح مع كده. انا محتاج الثقافه تنزل تتشابك مع الاوقاف مع الازهر، انزلوا للناس على ارض الواقع، كونوا طرف في حل المشاكل، هتقدروا تعملوا مخرج قانوني محترم الناس هتجمع عليه. لكن انت النهارده على الفيسبوك كل واحده عندها عيال حرمه ابوهم منهم، خلي بالك مرعوبه حاسه بحاله رعب. ليه؟ لان ممكن تاخد ابني وتوديه لابوه ويشوف ابوه ويقعد مع ابوه. انت الان امام حاله من حالات التناطح في المجتمع ده. فالمجتمع محتاج دايما وصايا فكريه، الدعم مش انك تديني 2 كيلو زيت وتقول لي انا واقف جنبك، لا ادعمني فكريا، لان الراجل ده ممكن يكون من اسره كويسه وتمام التمام، ولكن عنده فهم غلط، فهم مغلوط، حطم عيل توعيه بس مغلوط. مش وصايا يعني، توعيه طيب. وتنميه. قبل ما نروح لحضرتك بس تمام، معلش انا بعتذر كل شويه ان ما فيش مقاطعه او ما فيش مداخلات. هنروح لحضرتك حالا، اخر حاجه بس قبل ما نروح للدكتوره. طيب النهارده واحنا بنتكلم في 2022 عندنا دستور لا يفرق بين رجل وامراه، وعندنا خطاب يفرق بين الرجل والمراه. نيجي لمساله
القوامة، متى تسقط قوامة الرجل على المرأة؟ وهتسقطها ليه؟ خلينا نقول لا يا فندم إذا سمحت لي يا فضيلة الشيخ، لأن القوامة مرتبطة في الآية الكريمة بما أنفقوا. طب ما هو ده اللي أنا عايز أقوله لك. إذا لم ينفق، ما أنا هسقطها عن أمه هيتطلقوا. لا يا فندم، لا أنا عايز صريحة. طيب خلينا أقول لك، إذا لم ينفق الرجل إذا لم ينفق الرجل على المرأة، خلينا أقولها، هل استمرت القوامة أم سقطت القوامة؟ أجاب الفقهاء قديما على أن حق النفقة، حطوا كلمة كده هي شايفينها غلسة، بيقابلها حق الاحتباس والقوامة، اللي هو إيه؟ أنت وبما أنفقوا كما بيّن الله سبحانه وتعالى. فحين تمتنع عن الإنفاق ده قتل. هو أنت لما تسيب لي ولادي لا أكل ولا شرب ولا مصاريف، منتظر أنت منتظر مني إيه تاني؟ هي دي الفكرة. الفكرة كمان أنت محتاج النهاردة وأنت بتخطط للدولة الجديدة أو الجمهورية الجديدة، أنك تخلق حالة من عدم التمييز وتعمل حاجة تانية، وتجبر بخاطر هؤلاء المكلومين، لأنك عندك حالة من حالات الغيظ والحقد الدفين اللي محتاجين ندرس أسبابها وندي إجابة عليه، لأن القانون لوحده مش هيبقى هو مصباح علاء الدين اللي هيحل لي كل المشاكل. فين الناس اللي بتتجوز عرفي؟ كم عددهم في المجتمع؟ حد يعرف ده؟ عدد يفوق إن لم يكن يعني يتقارب مع العدد ده الأرملة واللي في الجامعة واللي عدد العرف النهاردة تحت سمع وبصر. وانت عندك ازدواجية، انت الورقة العرفي لا تثبت لها حق، لكن لو جات خلفت اشمعنا دي بقى؟ طب ما بالتالي انت، انا فاكر اللي تولي بلير مرة لما قالوا له على أولاد الشوارع كأنه لجأ لحل إسلامي زي ما بيقولوا كده المشايخ وفرحوا بيه، قال لهم اللي هيثبت ان هم قاعدين في مسكن واحد الاثنين العلاقة دي انا هعتبرها علاقة أسرية زواج. فانت هنا امام حالة من ان ناس بيسيبوك تشرع وتقنن وتتعب نفسك في مجلس النواب، وخلقوا دولة موازية لنفسهم عايشين فيها مستريحين ومستقرين وعارفين ايه اولها وايه اخر. ده طرف موجود معاك انت ممكن تكون مش حاطه في دماغك دلوقتي، لكن انا لما اجي اقول ايه أرملة الشهيد لو خدت 15,000 في الشهر لو اتجوزت مش هتاخده. طب ومين عائل النهارده هيتنازل عن معاش هتتنازل عن معاش جوزها ليه؟ هتقول لك لا. فانت برضو بتدفع هؤلاء دفعا الى العلاقات خارج الاطار الرسمي. مفهوم مفهوم مفهوم. طيب نروح للدكتور. دكتوره هاله، في اقتراح مقدم من الاستاذه نعمات محمد ابراهيم، هي بتقول طبعا اكتر حاجه بتشغل فكر الزوجة في حالة الخلافات الزوجية هي هتصرف ازاي ومنين، خاصة لما الزوج يقوم بطردها ومعها اطفالها الصغار وليس لها مصدر دخل ثابت، او ان هي يعني ربة منزل ما بتشتغلش. هي بتقترح بتقول ايه، هل ممكن نعمل صندوق وطني يتم تمويله بنسبة من الميزانية، نسبة من الإعلانات أو الإعانات الخاصة للسيدات؟ أنا بس قاعد أقرأ الخط، والخط كويس بس هو يعني تمام. نسبة من الإعانات الخاصة للسيدات، نسبة من شركات التجميل. اسمعنا التجميل ما أعرفش عشان الموضوع متعلق بالمرأة، ليكفل الصندوق الطفل بعد انفصال الأم من الأب وحق المرأة. هي هنا حركت فكرة، هي حركت فكرة مجتمع موجود. مدني ان المجتمع المدني يخش شريك معانا يشيل شلته بس البلد يعني. الفكرة موجودة على فكرة. يعني عندنا برامج كثيرة في وزارة التضامن، في تكافل وكرامة، في حياة كريمة، في جمعيات أهلية، كله بيساعد المطلقات والأرامل وبيديهم إعانات وجمعيات أهلية. القصة هنا مش في مسألة الإعانات، ناهيك بقى عن انه انت عندك 25% في الطبقة البسيطة من السيدات معينات للأسر، معيلات للأسر، يعني هي اللي بتصرف مش الراجل اللي ده هي بتصرف عليه، وبالتالي هو لو خرج من الدايرة هي بيوفر عليها مش بينفق عليها. قطاع كبير جدا في المجتمع أصبحت المرأة شريك أساسي في عملية الإنفاق. فهي القصة هنا مش قضية مادية، يعني أنا مش عايز أحول العلاقات الأسرية والمشاكل الأسرية ومشاكل الطلاق الشريحة اللي فيها المشاكل بالضبط مش مادية. أميرة هانم في بداية الكلام خالص قالت إيه، إحنا ما نعممش بالزبط. نقول ان ده المجتمع ليه شريحه في مشاكل بالزبط. محتاجين قانون.
طب ما القانون معظم المشاكل موجود؟ معظم المشاكل سببها الامور الماديه. هو هنا في القانون الاسره زي ما الست النائبه قالت هو هيحط اجراءات سريعه لعمليه النفقه اعتقد ذلك، وده المطلب الرئيسي على فكره والمطلب المجتمعي القوي جدا، انه امن لي مساله انه الطلاق ده يحفظ كيان الاسره بشكل سليم دون تناحر. ما تديش شخص يبقى في ايده كل الادوات وبيبتدي ينتقم من الطرف الاخر، سواء الزوج بحكم ان هو مكلف بالانفاق على الابناء وعلى تعليمهم وعلى رعايتهم وحكم النفقه للمراه وكل ده. كل ده لازم يكون اولا سريع، ثانيا غير مجحف او مغالى فيه، لانه في الحقيقه في بعض الاحيان العمليه هنا تلاقيه هو بيشتغل برقم ويروح يجيب شهادات من شغله ومن اماكن ان هو بيشتغل بواحد على 100 من هذا، واعرف حالات بعينها كده. دور المجتمع المدني هنا هو شريك في العمليه، بس احنا بنقول ايه، ويمكن ده بدا في الفتره الاخيره يتنظم بدرجه كبيره قوي، اللي هو ازدواجيه بقى التعامل مع بعض النساء المعيلات او المراه المعيله. فبدات العمليه تنظم في خلال مشروع تكافل وكرامه، وفي خلال مشروع حياه كريمه، وبدات العمليه تبقى اكثر تقنينا، ودخلت عناصر المجتمع المدني شركاء في العمليه مع الاجهزه الحكوميه. هل احيانا تفقد قضايا المراه جديتها ورونقها بسبب خطاب بعض الجمعيات التي تزعم انها تدافع عن حقوق المراه؟ اه طبعا، لان بتحول الحياه لتناحر. هو الاصل الحياه مش تناحر ما بين الرجل والمراه، ولا تناحر ما بين زوج وزوجه، ولا القصه دي. تهدئه المجتمع والتقليل من حته العدوانيه سواء من طرف تجاه طرف، او اعتبار ان العمليه حرب والعمليه تناحر والعمليه صراع، ده يؤجج هذا الصراع بدرجه كبيره. مزيد من الهدنه، مزيد من المسؤوليه، مزيد من الحمايه للاسره دي. وزي ما تفضل فضيله الشيخ، انا محتاجه كل مؤسسات التربيه تشتغل. مؤسسات التربيه اللي بتربي الناس وبتربي الاسره وبتربي المجتمع، اعلام، تعليم، ثقافه، شباب، تضامن، كل دول لازم. مجتمع مدني، منظمات غير حكوميه، مؤسسات دينيه، دي مهمه جدا بالاساس. وهنا الدين المعامله، يعني المؤسسات الدينيه برضو لازم تنتبه ان مش دورها ان طول الوقت بتكلمنا في العبادات، المعاملات ثم المعاملات ثم المعاملات، لان لو المعاملات صح هتقبل العبادات، والمعاملات مش صح مهما نعمل من عبادات ربنا مش هيتقبلها. وده جوهر لازم ننتبه ليه ونوعي بيه الناس. مساله رفع الوعي المجتمعي، رفع الوعي المجتمعي بالوعي الديني السليم والوعي الاجتماعي السليم والوعي النفسي كمان السليم. يمكن استاذه اميره قالت انا عايزه دعم نفسي. الدعم النفسي مش هيبقى في العيادات النفسيه وبس، الدعم النفسي من خلال الاطار الاجتماعي العام اللي احنا عايشين فيه. مش طول الوقت بتتعرض عليا مواد دراما عامله تناحر وعامله حرب ما بين زوج وزوجه وجايبه مشاكل، وكل المجتمع بقى منحرف، وكل المجتمع كل واحد بيستخدم كل ادواته. ده بقى عندنا بعض الدراما عباره عن برامج تدريب للجريمه، يعني بتعتبر كده ان هو يدرب الشخص ازاي ينحرف او ازاي يرتكب جريمه. فكل ده لازم يكون تحت نظر متخصصين. وهنا انا بقول الدوله مايسترو بكل مؤسساتها، كل مؤسسات الدولة مدعوة وشريكة لحماية الأسرة وحماية المجتمع، باعتبار أن الأسرة هي المؤسسة المهمة داخل المجتمع أو الأهم داخل المجتمع، لأن الأسرة دي هي مؤسسة الإنتاج ومؤسسة الصيانة. بالضبط، هي نواة المجتمع، هي اللي بتنتج البشر وهي اللي بتعمل صيانة لهؤلاء البشر وهي اللي بتطلع البشر دول. يعني أنا هل أنا هرتكز بس على برامج تدريب للمقبلين على الزواج؟ ده أنا لو ما دربتش الأب والأم وربيتهم كده على إنه وإنتوا بتربوا ولادكم عدوهم كزوج وزوجة وأب وأم ومواطن قبل ما يبقى مهنة وصحة. لأن أغلب الأسر بقى مهم مذاكرتك يا حبيبي، وإن أنت تتخرج من الحتة الفلانية، صحتك يا حبيبي. طب فين بقى هو كإنسان؟ فين هو كعلاقة اجتماعية سوية مع العيلة مع زمايله؟ كل ده الأسرة هنا شايفة، أنا بأكل ولادي كويس، أنا حاطة كل واحد في أوضة، أنا قافلة عليه باب الأوضة مع الجهاز بتاعته، بيذاكر، بجيب له مدرسين. ما بيقولش ولا كلمة عربي، ده ما بينطقش كلمة عربي، وفرحانين. ده حاطط وشه في مذاكرته طول. ده لا فرحانين إن أولادهم ما بيتكلموش عربي. كل ده مأساة، مأساة. ليه؟ لأنه أنا لازم أدرب ابني أو بنتي
لحياه مستقبليه. ساعات يطلع حتى بعض المتخصصين بلاش تتخانقوا قدام الولاد، لا اتخانقوا بس تتخانقوا وانتم بتحترموا بعض، لان ما نربيهمش على انه الحياه سهله، بس اختلفوا حتى لو الخناق بس في درجه من الاحترام. بمعنى عشان ايه؟ عشان متلقي برضه يقول لك الدكتوره قالت تتخانقوا عادي قدام بس الولاد بس من غير ما نهين بعض، الخناقه تقوم دلوقتي لانه بعد الخناق الدكتوره تقصد اختلفوا يعني مش اتخانقوا. لا والله اتخانقوا. ليه بقى؟ لانه لازم يعرف انه في طرف بعد شويه هيتنزل لصالح الطرف الاخر، في طرف لما يهدى هيروح يطيب خاطر الطرف الاخر، اللي هيصالح المره دي ده اللي هيصالح. ده تدريب للولاد، تدريب على انه الحياه مش سهله، مش كل حاجه هتجاب في نفس اللحظه، مش دايما الحياه لا هي رومانسيه على طول ولا هي خناقه على طول. فهنا التاهيل والتدريب للمقبلين على الزواج داخل الاسره قبل ما يبقى في مؤسسات خارجيه، لان مش كل حاجه هنعمل لها مؤسسه. زي ما بربي ابني وبنتي عشان يبقى مهنه دكتور مهندس، لازم اربيه على انه يبقى اب صالح وام صالحه، زوج صالح وزوجه صالحه، مواطن صالح، انسان شايف نفسه كمان كانسان حاسس بالجداره، حاسس بالقيمه، حاسس باحترام الذات، يقدر يحترم نفسه. طيب. لو هو لوحده. طيب حضرتك خدتينا السؤال بس قبل ما اروح للاستاذه الاء. فن المسافات مهم جدا حتى ما بين الزوج والزوجه. ما هو فن المسافات ما بين الزوج والزوجه. اوعوا تلغوا المسافات، يعني ايه؟ لازم يكون في مساحه للخصوصيه ما بين الطرفين ومساحه للثقه، واذا انا بعدت زياده لازم الطرف الاخر يقرب، واذا انا قربت زياده لازم بحاول ان انا ادي مساحه تنفس، لان في حاله من حالات الخصوصيه اللي ربنا اداها لنا. لازم يكون في خصوصيه وفي ثقه، لان الانسان الاوبن او المفتوح بشكل مطلق والتلقائي بشكل مطلق قاعد في مستشفى المجانين. كمان لازم بنمثل على بعض شوي، وانا بقول المصطلح بنمثل مش قصدي بيه ان احنا بنعمل سيناريو، لكن لازم نجامل بعض. نجامل بعض. مجامله مش عيب. يعني نجامل بعض. مجامله حالة صحية. لا هي المجامله يعني مجامله جميله. بالظبط. ولازم حلوه الكلمه الحلوه صدق. ولازم ابتسم ولازم يبقى عندي ونضحك ولازم اهتم بنفسي زي ما بهتم بنفسي بره اهتم بنفسي في البيت. لازم ما بنقي الفاظي مع مديريني ومع زمايلي، لازم اعمل ده في البيت. مش معنى ان احنا زوجين يعني نفتح كل الحدود ونشوف من بعض حاجات مش مفروض نشوفها. يعني لازم يكون في مسافه، والمسافه دي بتقرب ساعات قوي وبعدين بعد شويه بتبعد شويه. بدي مساحه للخصوصيه، بدي مساحه للناس انها تاخد نفسها، بدي شعور بقيمه الشخص، بدي مساحه للانسان انه حتى لو عبر عن رايه حتى لو اختلفنا يبقى في مساحه للاختلاف، بس بعد شويه احنا بنجتمع على الهدف، لكن ما احناش نسخ من بعض. لو اولادنا نسخ مننا ولا ازواجنا او زوجاتنا هيبقوا نسخ مننا. ندي مساحه ان احنا نكمل بعض، مش لازم نبقى زي بعض في كل حاجه، ولو حد تفوق في حاجه التاني يبتدي يحاول يقرب منه ويحاول يشجعه ويحاول يحميه. احنا مش في صراع، لانه اول ما بيتحول العلاقه داخل البيت للصراع بتتدمر كل حاجه. فهنا لازم تكون المسافات موجوده بس مش واسعه ولا ضيقه. شكرا لحضرتك. طيب استاذه الاء، في سؤال من الاستاذ عبد الرحمن رشاد عبد الرحمن، كليه الحقوق جامعه اسيوط، يعني راجل قانوني ايضا ويعني مدي معضل قانون بصراحه يعني. بس انا هسمع راي من حضرتك كباحث. استاذ عبد الرحمن بيقول ايه؟ زوج وزوجه اتجوزوا في بيت العائله. مشكله كبيره. تمام؟ وهي عايشه وسط اهل الزوج. حدث الانفصال. هتعمل ايه هي؟ فين بقى مسكن الزوجيه وفين الحاجات دي؟ لا هو مسكن الزوجيه هو المسكن اللي هي اتزوجت فيه. ومن حقها يعني فورا، حتى النائب العام من 3 أسابيع اصدر ان من حقها ان هي تتمكن من مسكن الزوجيه فورا بعد الانفصال. فدي ما لهاش علاقه. بيتهيألي فيها معضل، بيتهيألي فيها معضل قانوني. الحكايه ان هو بيت العائله نفسه، يعني احنا خلاص هي الظروف كده. نحاول نبعد بقدر الامكان عن بيت العيله، لان هو بيبقى فيه انتهاك لخصوصيه الزوج والزوجه. مفهوم وجهه النظر دي مفهومه. بالزبط. بس هي الظروف كده، وفي زيجات في بيوت عائلات وزيجات يعني قيمه جدا. تمام ده حقيقي. هي هنا بقى هتعمل ايه؟
بيتهيألي ممكن يبقى في تاخد اجر مسكن حضانه يتعذر تحتفظ ببيت العيله تمام تبقى قاعده في وسطيهم. طب هو ممكن مسكن الزوجيه في بيت العيله بيكون باسمه؟ لا لا هي لا هنا في الحاله دي طيب زي الريف. طيب في بقى مجموعه اسئله ليك يا سياده النائب. سؤال من يوسف شعبان، سؤال من ندى فؤاد، سؤال منار الاستاذه اميره، استاذ محمد محمود، السؤال ليكي برضو يا سياده النائبه. فنجمع بقى ايه حضرتك ممكن تقراهم على بعض وانا طيب خلينا نبدا وقت البرنامج اكتر. تمام. حتى الان في نحن الان في الفصل التشريعي الثاني، هل كان يحتاج المجلس الى الدراما والسوشيال ميديا علشان يتحرك ويتكلم عن تعديل القانون؟ هل انتوا اللي حركتوا الدراما وتحركتوا تحت قوة السوشيال ميديا؟ ده سؤال يوسف لو انا فاهم السؤال صح. القانون موجود من الفصل التشريعي الاول مش من الفصل التشريعي الثاني. زيادة الحركة من عدم الحركة ده راجع لتأثير المجتمع وقوة ضاغطة بشكل أو بآخر على البرلمان، وده تفاعل اجتماعي الدراما لكن القانون اجتماعي. موجود لا ده قانون من زمان قوي ويمكن نقول قبل كمان الفصل التشريعي الماضي يعني. طيب رأيك في إقرار حق الاستضافة للأب وما الآليات المطلوبة لضمان عودة الطفل مرة أخرى إلى والدته؟ ده من ندى فؤاد. خلونا نتفق ان المشرع لابد ان يكون في منطقة حيادية. انا ليس لي رأي في هذا الشأن. رأيي يترجم الى مواد حينما تكتمل العملية او المنظومة السماعية من خلال تكوين الاراء الكاملة بما فيها صالح الأسرة المصرية في النهاية. فاينما كان هو الصالح سيكون هو بمثابة الرأي المماثل لي ولأي نائب موجود في البرلمان. طيب لماذا لم يتصدى المجلس حتى الآن للطلاق الشفهي؟ السؤال من محمد محمود، الأستاذ محمد محمود. تصدى بكافة الأدوات البرلمانية وتم التحرك بها بشكل كبير، ولكن وجودها في إطار قانون متكامل زي قانون الأسرة المصرية أو قانون أحوال الأسرة المصرية هو ده الضمان الفاعل إن أنا بنتكلم عن جمهورية مختلفة أو عن قانون متكامل، وإلا سيصبح التصدي مجرد تعديل نرجع تاني للثوب القديم ونحطه تاني القانون. ففي النهاية أنا مش ما تصدتش، لا تم التفاعل مع أدوات برلمانية كتيرة، ولكن وجود الآلية أو الشكل المناسب اللي بيكون بلورة التفاعل مع هذه الأدوات البرلمانية في خروج مشروع متكامل لمشروع القانون هو المرجو من هذا التفاعل. طيب أثقلنا عليك يا سيادة النائبة. طيب قبل ما أخرج فاصل عشان أبقى أخدت إيه معظم إن لم يكن كل الأسئلة، الأستاذة منار شعبان سعد والأستاذة آية عبد الله، والأستاذة آية باحثة دكتوراه في القانون. الأستاذة آية بتسأل هل يجوز فرض نفقة زوجية على الغائب؟ ما أحكام الغائب في القانون ليها تفصيلات؟ هي النفقة الزوجية على الأب يعني، لا أسفل، النفقة على الزوجية على الزوج. ساعة محددة المسمى. افترض الغائب بس هيتنفذ إزاي؟ هو إحنا مش عايزين نقعد ناخد أحكام يعني الزوج الأصل إنه يبقى موجود عشان ينفق. طب هو لو غائب بمعنى غائب بالمعنى القانوني في قانون الأحوال الشخصية، ولا غائب بمعنى قاعد في حتة أحكام المفقود تانية؟ أو المفقود أحكام المفقود دي قصة تانية. أو يعني إنما أو هو أي زوجة بتروح للقاضي بورقة الجواز بتقول له أنا متجوزة وجوزي بيصرفش عليا وبتقيم الدليل على دخله بيحكم ليها بالنفقة. إنما هيتنفذ إزاي وفين بقى دي قصة تانية. طيب السؤال الثاني من الأستاذة منار شعبان سعد لحضرتك برضو قبل ما اطلع الفاصل، لماذا لا يتم المساواة بين الرجل والمرأة في الولاية التعليمية؟ الولاية التعليمية لما صدر نص بمنحها للحاضنة مش للأم بالمناسبة، هي للحاضنة يعني، لو الحاضنة الجدة لأم تبقى الولاية التعليمية للجدة لأم، أو الجدة لأب الولاية التعليمية للحاضنة. تمام. كان ايه ليه المشرع تدخل بهذا النص وعمل تعديل تشريعي؟ لانه اكتشفوا ان للاسف بعض النماذج السيئه من الاباء بتتعمد اساءه
لزوجاتهم أو للمطلقات بأنهم يروحوا يسحبوا ملفات المدرسة، ملفات العيال من المدرسة، ويقول لهم من الإدارة التعليمية دي على الإدارة التعليمية دي وكل شوية. نعم. ويقول لهم مش عايز أعلمهم. فالمشرع ارتأى أن مصلحة الطفل أن يكون الولاية التعليمية للحاضن، للحاضنة، إنه هو يعني أو الحاضنة تتولى إدارة هذه الجزئية من الولاية، هذا الملف. تمام. فمش مسألة أساوي في الحقوق، هو الولاية ما هي مع الأب أصلاً. طيب. ده احنا اقتطعنا منها جزء الولاية التعليمية، لكن الباقي مع الأب. فضيلة الشيخ، من وجهة نظر حضرتك، إيه هو السن الأنسب فعلياً لمسألة الحضانة كمواطن مصري؟ يعني احنا دلوقتي بنتكلم كلنا كمواطنين، لأن الموضوع هو كمان كان من ضمن حتى الأسئلة اللي جات لنا على السوشيال ميديا، على الصفحة بتاعت القناة. لك يعني الأب هيشوف ابنه بعد ما يبقى عنده 15 سنة، أو يشوف البنت بعد ما تتجوز، يعني إيه هو السن الأنسب؟ طيب خلينا أقول كفقه، لا يوجد اتفاق بين الفقهاء حتى على اختيار سن معين للحضانة. دايما هتلاقي اللي قال 9، اللي قال 7، اللي قال 11، لغاية ما توصل ل 15 سنة. خلينا أقول إن فترة التعليم الأساسي، أنا لما باجي أدخله ابتدائي وإعدادي، أنا هنا على الأقل بقدر أقول إن التعليم الأساسي هي فترة بيبقى محتاج فيها وجود أمه أكتر من وجود أبوه. وهنا فلسفة المشرع إن تبقى الحضانة للأم أو للجدة من الأم أو الجدة للأب، إن هو هنا محتاج النساء. أم حضانة النساء، حضانة النساء بالظبط. الله عليك. خليني بقى أقول لك حاجة مهمة كمان. عجبان أنا، الله عليك. تعرف بس الإشكالية في إيه؟ الإشكالية هنرجع لسوء التصرف اللي عند الاثنين. يعني أنا بقول لحضرتك هي معركة. بص، إحنا بنتعامل مع الزواج إزاي؟ الخلل في المعايير ودى لحالة من حالات الفساد حتى في المشاعر اللي بيننا وبين بعض. برضو هرجع، التسريح بإحسان يحتم إن أنا أشوف ولادي وقت ما أحب، فبالتالي تبقى العملية رايحة. لا، هو لو التسريح بإحسان مش هيروحوا المحاكم أصلا، واخد بال حضرتك؟ ما هو انا بقول مش هيلجأوا للمحاكم، مش هيلجأوا للمحاكم. هي دي القضيه. زمان كانت الادوار الاجتماعيه قربنا من بعض كان مخلي التداخل. وعلى فكره ذكر بيت العيله، انا وجهه نظري ان بيت العيله ده بيعد من اهم اسباب الطلاق. يعني الاسلام ليه نظره حلوه قوي، انك بتكون لبنه جديده بمملكه جديده، فما تجيش تحط لي الناس على بعضها وتقول لي ان انا كده. لا، ده من اسباب الفساد في العلاقه الزوجيه في بعض القرى، في بعض النجوع، الكلام ده كله انك انت مش خالق لها خصوصيه. وبعدين في حاجه لازم نعلم المتلقي او المشاهد حاجه مهمه جدا شرعا، في فرق بين العاده والعباده. يعني هم بيحصل لهم صدمه لما يفهم شرعا ان زوجته غير مطالبه ان هي تبقى خدامه لا للاب ولا للام ولا للعم ولا للخال ولا للكلام ده كله. وهو لو مقتدر ملزم ان هو يجيب من يخدمه يجيب، ولكن احنا بنقول نزولا على زي ما حضرتك قلت لي، قول لي كمصري، فانا كمصري مش هقول نجيب الخدامه زي ما السيده فاطمه لما شكت للنبي من سيدنا علي، قالت له انا محتاجه زي بنات العرب، يبقى ليا كان العرف ساعتها 3 خادمات. النبي لانه هو القدوه والمعلم صلى الله عليه وسلم، ها، امرها بقى بحسن الاداء وهي تعتمد على نفسها والكلام ده. فخلي بالك هي الإشكالية في إيه؟ الحضانة مش معايا أو معاك، هي القضية قضية إزاي نتعامل بالمعروف، إزاي يبقى في خطاب رشيد من المسجد والكنيسة من كل مؤسساتنا لما نعملها قضيتنا ومشروعنا الحضاري اللي داخلين بيه على الجمهورية الجديدة. وربنا قال جملة حلوة قوي، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لو دخلتوا الجمهورية الجديدة بالشكل ده أنتوا في القديمة مش في الجديدة على فكرة، لكن لو غيرتوا لا، هلاقي آليات مختلفة. خلينا نطلع فاصل بس وتاخد التعقيب بعد الفاصل على طول. خلينا نطلع فاصل ونرجع ونستكمل النقاش. اهلا بحضراتكم من جديد، وجينا بقى خلاص يعني لاخر جزء في حلقتنا، وقتنا بيجري، فهنسمع تعقيبات اخيره من ضيوفنا، ونبدا من سياده النائبه مرسى محروس. تعقيب اخير لحضرتك. هو
هو الحقيقه الحوار بالنسبه لي مثمر جدا، بس انا ليا تعقيب هتكلم زي ما حضرتك قلت كمواطن مصري قبل اي منصب. الحقيقه احنا يعني علمنا العالم ازاي يكون التشريع، مصر حقيقي علمت العالم ازاي تعمل تشريعات. في دول كانت بتاخد اعضاء من مجلس النواب المصري عشان يعملوا تشريعات دولهم، فاحنا ما عندناش مشكله في ايجاد وسيله تشريعيه تحمي المواطن المصري. احنا عندنا احتياج اولى ما بين، لو هنعمل مقارنه ما بين احتياجنا لثوره تشريعيه وده شيء كلنا متفقين عليه، لكن عندي احتياج اكبر لثوره وعي. علشان اجابه افكار لازم يبقى عندي بديل لافكار، لازم يبقى عندي مجابهه افكار. لو عملت افضل تشريعات في العالم، احنا مش بنخترع العجله، بنتكلم عن قانون كل دول العالم عندها باليه او باخرى، لكن احنا بنشوف نماذج في العالم ما بين الناس منفصلين بيخرجوا مع بعض في وسط ولادهم علشان يعملوا مواطن سوي في النهايه. ده راجع ليه؟ هل راجع لوجود تشريع قوي؟ مش ده السبب الاساسي، لكن راجع لقبول فكري للمجتمع لازاي ينظم العمليه ديت بشكل يتلاقى فيه كل الاطراف في المصلحه العامه، وفي النهايه بيخرج عندي مجتمع سوي. فانا لو اقدر اقول النهارده انا عايز احط عنوان للقاء المثمر ده من خلال منبرك الكريم، احنا نحتاج الى مجابهه فكر بفكر اكتر من احتياجنا لوجود ثوره تشريعيه تغير من مجرد مواد قانون لا تحمي ابدا، لا تحمي ابدا سويه النفسيه للمواطن المصري. انا مش بسعى لوجود مواطن مصري عادي، انا بسعى لوجود فرد صالح مش فرد مواطن يحمل جنسيه ورقيه. لكن في النهايه اقدر اوجه رساله برضو اخيره، لم ولن يخرج قانون الأحوال الشخصية أو أحوال الأسرة المصرية إلا بالشكل المنصف والعادل، وهذا هو الأكيد والضمان الوحيد من اسم مجلس النواب. بشكر حضرتك شكرا جزيلا على تشريفك لنا سيادة النائبة مرسى محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. دكتورة أستاذة ألاء، كلمة أخيرة. أنا محتاجة في الكلمة الأخيرة إن أنا أقول أنا محتاجة إيه من القانون الجديد للأحوال الشخصية. أنا محتاجة أول حاجة أن أنا أعرف أن هو مش العصا السحرية اللي هتخلي كل مشكلات المجتمع تنحل في يوم وليلة. أنا محتاجة كمان يكون في دورات تأهيلية للزوجين قبل الزواج. أنا محتاجة أن يكون في قانون الإلزام، القانون الموجود أمام مجلس النواب دلوقتي بإلزام الفحص الطبي الشامل للزوجين أن بيحتوي على اختبارات نفسية للزوجين المقبلين على الزواج. أنا محتاج كمان أن أنا أخلي فيه وعي بأن العقد شريعة المتعاقدين، محتاجة أن الست والرجل والمرأة يحطوا الشروط اللي هما محتاجينها في عقد الزواج، ده هيقلل كتير من النزاع الأسري بعد الانفصال. محتاجة كمان أعرف أن أي قانون مهما كان عظيم ومهما كان منصف وناجز هو هيصطدم بالمجتمع المصري لما يطلع، هيصطدم بالسجال الديني اللي هيحصل. أنا محتاجة أن السجال الديني ده يسري القانون مش أن هو يقف عقبة في القانون. محتاجة كمان أن أنا أمهد للقانون بحوار مجتمعي جاد وأن يكون في وعي كافي للمجتمع أنه يتقبل القانون الجديد. شكرا لحضرتك. دكتورة هالة منصور. يعني أنا مش هكرر اللي اتقال، كله كلام عظيم، لكن أنا هقول الاهتمام بدرجة كبيرة جدا ببيئة القانون، بالوعي المجتمعي، بتكاتف كل مؤسسات المجتمع لحماية المواطن المصري، ويكون الهدف الأساسي قدامنا زي ما السيدة النائبة قالت المواطن المصري، لا هو الرجل ولا هي المرأة ولا هو الطفل، ولكن الإنسان المصري. مزيد من الدراسات الاجتماعية اللي تقدر تحط لنا الأسباب الأساسية اللي بتؤدي لحدوث المشاكل وتحط لنا الوزن النسبي للأسباب دي، ونبتدي نحسن أو نعالج الأسباب بدرجة علمية ونقلل من حدة الآثار برضو بمنهج علمي، سواء كان بتوعية أو بتشريع أو بأدوات مساعدة من خلال قانونيين ومن خلال اجتماعيين ومن خلال مؤسسات المجتمع. المهم أن أنا يكون عيني على المواطن المصري والمصلحة المواطن المصري والمصلحة الأسرة المصرية، وترجع تاني الأسرة المصرية تبقى من أقوى الأسر في العالم. بشكر حضرتك شكرا جزيلا على شكرا. تشريفك لينا. شكرا. أستاذة أميرة بهي الدين. أنا عايزة ألخص يعني رؤيتي للقانون الجديد في ثلاث جمل. احنا عايزين قانون مش منحاز للمرأة لكن بيحل مشاكلها ما بعد الطلاق، تمام، ومش منحاز ضد الرجل ولا معاه، لكن بيضمن حياة طبيعية ليه مع أولاده بصرف النظر
هما في حضانة مطلقته أو في حضانته. الحاجة الثانية إن إحنا بنؤكد على فكرة أن الطلاق ليس عقاب أو أداة تنكيل للطفل، وإن الطفل ما ينفعش طرفين النزاع إن القانون يبقى عاجز عن حمايته من إن أي طرف منهم يستخدمه للتنكيل بالطرف الآخر. ميزان العلاقة، ميزان الحقوق والواجبات، كل واحد يعمل اللي عليه فهياخد اللي ليه، مش بمنطق القانون هنا بيبقى مساعد بس. مش بمنطق الاستنصاح والتجبر على الاخر، انما بمنطق فعلا واجبات متقابله وحقوق متقابله. شكرا، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. فضيله الشيخ ابراهيم رضا، كلمه اخيره. خليني اقول لحضرتك اللي تفضلت بيه معالي النائبه طمني، فخلاني في غنى عن ان انا اتكلم عن الناحيه التشريعيه لقانون الاسره، ولكن انا اتمنى ان تصدر توصيه تحت رعايه الدوله المصريه للعمل على تغيير الصوره النمطيه للمراه، النظره المتدنيه، فكره ان هي الاقل او اكثر للبنت ضلع يطلع لها 24. علينا ان نعود الى النبي الصافي، الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان بس اطبطب على الراجل واقول له لو هي خدت اكتر حتى. شوف النبي قال ايه، النبي يقول لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم. النبي يقول النساء شقائق الرجال، معيار الرجولة هي بقدر ما تعطي لأهلك. وسئل النبي من أفضل الناس يا رسول الله، قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. خلينا أقول إن الحياة الزوجية اللي مش هتودينا المحاكم أن نعود إلى النبي في بيته، كان يخصف نعله، يرقع ثوبه، يحلب شاته، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة وكأننا لا نعرفه. هي دي الحالة الإيمانية التي يجب أن نستدعيها الآن. للأسف وقت الحلقة خلص، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وبشكر الجمهور الكريم اللي نورنا في الاستوديو واللي أسرى الحلقة بأسئلته. كل الشكر على طيب المتابعة، خلال الخميس اللي جاي إن شاء الله حلقة جديدة من كلام في السياسة.